What is this? You won't believe what I found. Yeah, you know, we are so alike, you and I. Vesper? Because we won't let this world crush us. But don't think that you can change the order of things. She's from the Citadel. She's taking us there. Let's go. You have to be really careful who you trust. Persper, you can change everything. ازيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم فيسبور. الفيلم بطولة رافيلا تشابمان وايدي مارسن وروزي و وريتشارد بريك والفيلم كتابة وإخراج كريستينا بويزايت وبرونو سامبر بالنسبة للمخرجين فهم اشتركوا قبل كده في كتابة وإخراج العديد من الأفلام أذكر منها بارك 79 وفانيشينج ويفز وإي بي سيز أوف ديس تو الفيلم اتعرض أول مرة في يوليو سنة 2022 في مهرجان كارلو في السينما الدولي وعلى خدمات الفيديو اندماند يوم 30 سبتمبر من نفس السنة الفيلم بيحكي في المستقبل وفي فترة تسمى بالعصور المظلمة الجديدة وفي الفترة دي البشرية حاولت تمنع أزمة بيئية كبيرة عن طريق الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا الجينية أو تكنولوجيا الهندسة الوراثية، لكن كل الاستثمارات وكل المشاريع فشلت والفيروسات والكائنات المعدلة وراثيا هربت من المعامل وقضت على كل النباتات وكل الحيوانات وعلى أعداد كبيرة من البشر، فعلى طول مجموعة قليلة من البشر وخصوصا الناس أصحاب النفوذ والسلطه والسيطره قفلوا على نفسهم في مدن مغلقه وسموها باسم القلاع او السيتيدلز في حين ان بقيه البشر كانوا بره المدن دي بيكافحوا وبيحاربوا علشان يفضلوا على قيد الحياه فبنشوف بنت صغيره من ضمن البشر اللي عايشين بره المدن المغلقه واسمها فيسبر وكان عندها 13 سنه وفيسبر دي كانت من وقت للتاني كانت بتخرج للطبيعه عشان تدور على اي نوع من انواع الطعام علشان تاكل وفي نفس الوقت تقدر تساعد والدها المشلول في البيت وكان بسبب التكنولوجيا الحديثه كان والدها وهو في البيت كان بيقدر يتواصل مع بنته عن طريق جهاز صغير كانت دايما فيزبر بتاخده معاها في وقت ما كانت بتخرج للطبيعه لحد ما في يوم فيزبر وهي راجعه اكتشفت ان في شخص اقتحم البيت وبوظ الجهاز اللي والدها بيعتمد عليه علشان يعيش وبيبتدي احداث الفيلم. الفيلم ده في بدايته مشجع بدرجه كبيره جدا للمتابعه وده يرجع لكذا سبب. أول حاجة الفيلم ده رائع بالنسبة للسي جي آي أو خدع الكمبيوتر وحركة رسومات الكمبيوتر اللي في الفيلم ده ده بالإضافة إن المخرجين بذلوا مجهود جميل جدا عشان يرسموا أجواء الفيلم وجو وطبيعة الفيلم بطريقة حلوة واللي ساعدتني إني أندمج وبشدة للعالم ده ده بالإضافة للتصوير والزوايا بتاعة التصوير كان معظمها رائع لدرجة إن كان في مشاهد بتتكلم من غير سيناريو وحوار وكل ده بسبب مجرد التصوير كان جميل فجو الفيلم وقصته والتصوير والازياء الغريبة والجميلة في نفس الوقت اللي كانت للممثلين كل ده اتعمل بعناية جديدة وعمل جو من الغموض والكآبة الجميلة اللي بتميز الفيلم ده الصراحة عن اي فيلم خيال علمي تاني بالاضافة لجمال الموسيقى اللي كانت هادية ومؤثرة واللي مشيت بانسجام شديد مع المناظر الطبيعية اللي كنا بنشوفها فكان كل حاجة الصراحة في الفيلم ده كانت موجودة ده بالاضافة للاداء التمثيلي اللي كان جميل وخصوصا ايدي مارسن اللي كان دوره مقنع في الفيلم بدرجة كبيرة وبالاضافة من ضمن الحاجات الحلوة اللي كانت في الفيلم ان الكورة اللي كانت طايرة مع بطلة الفيلم كانت في رأيي الشخصي شبه ويلسون في فيلم كاستاوي للنجم توم هانكس فالفيلم ده الصراحة فيه كمية امكانيات اي صناع فيلم تاني كانوا هيكونوا مبسوطين جدا لو ربع الامكانيات دي كانت عندهم لكن للأسف الشديد برغم كل الكلام اللي انا قلته الا كان في عيب قاتل في الفيلم والعيب ده ان احداث الفيلم كانت بطيئة وهادية بدرجة كبيرة لدرجة ان المتابع او المشاهد هيفضل طول مدة الفيلم بيقاوم النوم بشتى الطرق فبرغم القصة والاجواء الجميلة الفيلم كان هادي هدوء غير طبيعي تاني حاجة ما كانتش قوي في الفيلم وهي ان كان مركز فقط على بطلة الفيلم والعالم المحدود اللي كان حواليها فبسبب الاجواء اللي كانت جميلة كان نفسي اشوف العالم ده بصورة اكبر وبطريقة اوسع من النظام اللي قدمه الفيلم خلاصة الكلام فيلم فيسبر فيلم رائع في كل شيء لكن للأسف في طريقة سرد الأحداث خلته فيلم ممل وبرغم من كده بتمنى أن يكون في جزء تاني للفيلم عشان نفسي أعرف أحداث الفيلم هتمشي إزاي في المستقبل <applause> تقييمي لفيلم فيزبر هو ستة من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم يا يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض و سلام